احنا نعرف ناس تتاخد تحري، ناس تتاخد جنائي، انما ناس تتاخد دهون زايده ووزن مفرط دي جديده علينا. عشان كده قررنا ننزل نسال الناس يا ترى ممكن يتعاملوا مع خبر زي ده ازاي، ويا ترى هيخسوا ولا لا. تعالوا بقى نشوف الناس هتقول ايه. انتوا محتاجين تشوفوا شكل ومستوى لياقه طلبتنا في الجامعات وفي المدارس. ده نص الوزن عايز يتشال، نص الوزن عايز يتشال. الوقت زعل يا دكتور رشيد. قول انت كام كيلو؟ انا قول السؤال تاني. قول انت كام كيلو؟ 101. تاكد الحقيقي. 135. 135 كيلو جرام ولا كيلو متر؟ 55. ربنا بيحبك ما دام في ال 56، يبقى ربنا بيحبك. انت هتنطي من ال 56، ما تخافيش مش هيحصل لك حاجه، كاوتش ما بيموتش. فكرت قبل كده تعمل دايت او عملت قلت ابدا من بكره؟ عملت كتير وخسيت بس بضرب تاني. انا معروفة ان انا بتاعت دايت وكده يعني. بتاعت دايت. ايوه. انا هيلثي وومن اصلا. 1 2 3. اوه يا ذس از سو ماتش بيتر. نزلت الجيم واخد بالك، يعني الناس اللي هم عضلات كتير دول يعني جذبوني. نزلت جذبوك؟ اه جذبوني صحيح. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. والله عملت وفشلت كتير جدا الحقيقة. ايه بقى المغريات او ايه العواقب اللي كانت بتواجهك وانت بتعمل دايت؟ الامهات يتجمعوا في مكان، وانتوا لو اقنعتوا الامهات تبطل الاكل اللي بتعمله احنا هنخس. عايز اوجه رساله لامي، يعني بلاش النبي محشي كرنب. انا باكل صباعي المحشي من هنا احس انه بيحضنني في معدتي. والله يا ماما انا عايز اعمل دايت، تقول لي ماشي يا حبيبي. اليوم بقى اللي والله اعمل فيه دايت تعمل فيه اكله حلوه بقى. شوف يا ابني اللي زي دي عايز تروح النهايه. الفري بيبقى ايه؟ الفري بيبقى ايه؟ لا احنا كل ايام فري صراحه. يعني هو مفيش دايت خالص في الموضوع. انا بخس، الفكره بقى ايه، ما بحافظش على اللي انا خسيته فبرجع تاني. هنبدا دلوقتي مرحله التثبيت. ريدي؟ ازاي بقى يا دكتور؟ ابدا يا ستي، انا هطلع عليكي 2 بلطجيه يثبتوكي بالليل وانت مروحه. بالانس. فكرتش تزيد قبل كده؟ بالانس جيم. بالانس جيم؟ اه. ايه بقى بالانس جيم؟ اللي في التجمع. ماله يا عم بلاس؟ هو ده اللي انا بسال عنه. ايوه. ايه استقبالك لقرار الرئيس ان هو المصريين هيبقى الحد الادنى للاوزان بتاعهم 65 وان كله هيخس اجباري؟ بعد ما الحكومه قررت ممكن بالنسبه لها انا مش بخال خالص، بتعتر من اول جيت من الاوضه اول جيت. هي ظبطت كده كمحامي؟ كمحامي كمحامي ما يطبقش علينا الكلام ده. اعمل ايه؟ ابلغ عنك يا ابني انت في تجاره والله. نصايحك اللي المفروض تقدمها للدوله عشان خاطر ان هي تنفذ القانون يعملوا ايه؟ اه يعملوا ايه عشان الناس اكيد يعني اول حاجه يعملوها منع زرع الكروم، وما يزرعوش برضو مكرونه بشاميل. اكيد مكرونه بشاميل بتتزرع. اه بتتزرع. يحطوا جبنه لايت في التموين ويحطوا زيت ذره. انت كل مواطن هو ينزل يجري مثلا ساعه، دي الضريبه بتاعتك بالظبط. مثلا ما يدفعش ضريبته وينزل يجري ساعه هيخس. بنخس مجهود فظيع فظيع. البنات اول حاجه احنا الستات عاملين ازمه فعلا، المفروض يخسوا شويه فاهمني، عشان ما حتى ما بنيجي نقعد كده ولا كده في المواصلات ولا حاجه بياخدوا كرسيين ثلاثه وانت تيجي تقعد جنبهم اصلا تقعد يقول لك ومش كده ما اعرفش ايه، اي حاجه غريبه جدا. الكابتن بيقول عليكم افيال. ليه بس؟ قولي نهضة الدولة ولا البطاطس؟ عايزين تبنوا بلادكم وتبقوا دولة ذات قيمة ولا هندور على البطاطس؟ الدولة كده كده احنا مصر انت عارف مبنية فشخ اصلا، يعني مبنية بطاطس صوابع كمان ما لهاش حل في الفطار. بندوخ على ما بنلاقي بطاطس تحمير، فلا نهتم بندوخ. بقول لك على ما بنلاقي التحمير نهتم بالبطاطس. لا بناء الدولة طبعا. بطاطس ايه؟ يعني بناء الدولة. قلت لكم ان اكلكم من البطاطس ده بيهدم من الدولة، هتاكل بطاطس تاني؟ اه عادي ما عنديش مشكلة. طبعا ما فيش مشكلة. بطاطس البطاطس عاملة ازاي؟ هي رميت على فكرة ما فيش بطاطس. لا انا والشيف يا لميع يا نضيف يا فلة. بطاطس طبعا. تتكلم فين؟ مفيش كريب مفهوش بطاطس من الاخر. فكرة انا بحب السيسي جدا جدا جدا. احنا كلنا بنحبه ما نقدرش، كلنا بنحبه. واحنا بنحبكم كلكم. معلش انا جاي بقى. انت بتخس؟ انا عملت دايت. عايز اجيب زبده دايت. زبده دايت؟ انت عايزه بقره دايت؟ جاتك نيله هضبه الاهرام عايشه معانا في البيت.